بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو الدرس 62 والدرس الثاني فيما يفسد الصلاة. يعني نحن قرأنا 8 مفسدات ومبطلات للصلاة، والآن وصلنا إلى المبطل أو المفسد التاسع. اقرأ شيخ ولي. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله وفعل الله بعلومه وبكم: فصلا فيما يفسد الصلاة. وصلنا إلى قوله التاسع: القهقهة، وهي الضحك بصوت أو البكاء أو النفخ أو الأنين أو التأوه أو السعال أو التنحنح أو العطاس أو التثاؤب، فتبطل الصلاة بواحد من هذه إن ظهر حرفان بلا غلبة. أما إذا غلبه فإن كان ما ظهر به من الحروف قليلا، بحيث لو جمع لم يزد على 6 كلمات لم يضر، وإن كان كثيرا متواليا ضر، إلا التنحنح في قراءة الفاتحة أو التشهد الأخير إذا امتنع من قراءتهما سرا بسبب بلغم ونحوه، فيعذر في التنحنح لذلك وإن كثر ما ظهر به من الحروف. نحن قلنا في الدرس الماضي إن الكلام يبطل الصلاة، وقلنا إذا كان عن عمد حرف واحد مفهم يبطل الصلاة، مثل قي من الوقاية، تبدأ فوبا لغوي لمع لغوي، وعي من الوعاية وعي يعني، ولي من يتبع يعني، لا صان هي صارت حرفين. وإذا الحرف واحد مفهم أو حرفان غير مفهمين إذا كان متعمدا، أما إذا كان ناسيا فيعفى. هذا كلام كله ذكرناه في الدرس الماضي، يعفى عن 6 كلمات. وأخذنا من حديث أصحيح ما يقول ذو اليدين، يعني مجموع 6 كلمات، أو هل صحيح ما يقول ذو اليدين، وهكذا. الآن نحن وصلنا إلى شيء اسمه القهقهة. القهقهة هي الضحك بصوت، حيث يطلع له صوت. هلا إذا طلع له صوت معناته بده تبطل صلاته. ليش؟ لأنه هذا إنسان عم يقهقه، أنت آه آه آه، فاهم؟ هذا عم يطلع صوت. فهون بقى القهقهة، أو قال وهي الضحك بصوت أو البكاء، إنه عم يبكي، أو النفخ أو الأنين أو التأوه أو السعال أو التنحنح أو العطاس أو التثاؤب، فتبطل الصلاة بواحدة من هذه إن ظهر حرفان بلا غلبة. شلون الغلبة؟ واحد عم يبكي، غلب البكاء، واحد هيك جته حالة صار يبكي يعني بالصلاة. أنا مرة إبراهيم كنا يمكن تهجد عم نصلي، وفعلا صار تجلي وبكي، صار يبكي. فإذا غلبه البكاء فهون يعفى، بس بحيث لو جمعنا 6 كلمات، يعني ما يصلوا إلى 6 كلمات، أقل من 6 كلمات معلش. يعني نرجع هون بقى منقول ما غلبه أصبح كأنه فعله ناسيا. لاحظنا يعني صار بعذر، يعني هو قال هذه الكلمات لعذر. بكاء، ضحك، غلبه الضحك، اخذ دواء وهذا الدواء بضحك وعمل له قصه. في ناس يعني في حالات قليله بتصير مثل منا التنحنح، واحد غلب السعال والسعال بيطالع البلغ ما عاد يقدر، حتى ما عاد غير قادر انه يقرا التشهد سرا، صار بده يعلي صوته مشان. فقال اذا غلبه الضحك او هاجمه السعال فيعفى عن ذلك. لاحظنا هذا اللي انا بدي اقوله. هلا اذا غلب الشيء باستثناء التنحنح، التنحنح يعني قالوا فيه كلاما، إذا غلبه غلبته هذه الأشياء فتكلم مجموع الحروف التي صدرت، يعني 6 كلمات فأكثر أكثر من 6 كلمات تبطل الصلاة. تفضل شيخ تعال. استاذ أعطوك كمان العطاس، إذا واحد
يعني في عطاس خرج اتشو بيعمل بروح بيساويها كلام. اذا هو تكلم فيها اذا هو بالغ فيها بتضل الصلاه. لاحظت معي؟ يعني نحن القصد بالنتيجه هذا الكلام اذا خرج منه شيء بشكل متعمد حرف مفهم. نرجع لبحث الكلام العام، حرف مفهم او حرفان غير مفهمين بالتعمد تبطل الصلاه. اما غلبه العطاس انت وبلش عطسه ورا عطسه وكل عطسه طلع منها تشو صار اسم صيني هذا، فبده ينتبه. يعني في ناس بتلحق ابتلاء، اول عطسه ثاني عطسه ثالث عطسه. اي نعم، فاذا صاروا بمقدار ست كلمات يعني اكثر من ست كلمات تطول الصلاه دون ذلك. يعني احنا مشان نتعلم هذا الكلام، هذا الضبط منين جابوه؟ مثل ما قلت لكم جابوه من قول اولا انه هذه الصلاه لا يصبح فيها شيء من كلام الناس، وهذا كلام الناس. ذكرنا احاديث احنا في الدرس الماضي، مهم؟ ذكرنا احاديث في هالمعنى، ما بنعيدهم هلا. طيب النبي عليه الصلاة والسلام الله عز وجل جعله يسهو من أجل أن نتعلم نحن. فالصلاة الرباعية مثلا صلاها تنتين، قاموا قالوا له الصحابة سلم، ما سلم بعد الأربعة، قاموا قالوا له أقصرت الصلاة يا رسول الله؟ يعني إذا قصرت نعرف يعني أنك أنت. قام قال له هون بقى انتبه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال هل صحيح ما يقول ذو اليدين؟ كم كلمة هذول؟ إذا فقهاء ماذا قالوا؟ إذا كان ست كلمات بعذر، بعذر يعني غلبه، غلبه التأوه، غلبه الأنين، واحد فات يصلي وهلا مات أبوه. إيه عم يبكي، عم يبكي. والله أنا بذكر أستاذنا الشيخ نضال المهيني اللي حفظني القرآن، أنا بالحرم قاعد عم أقرأ القرآن بمسجد النبي عليه الصلاة والسلام، بلاقي غير واحد دق لي قال أستاذك الشيخ أبو جمال قنصو. هو سبحان الله أخذ هيك بيت بالمليحة، هي المليحة كانت منطقة معارك يعني بالغوطة، أول الغوطة الشرقية، فراح يشوف بضاعة وحاطط فيه بضاعة، هو راجع في قناص عمل هيك سلخ هو ابنه. أنا أستاذي حفظني القرآن، أستاذي رباني. أوعى تفكروا العلاقة بين الطالب والأستاذ علاقة، مو علاقة هدول، علاقة يوم وبيومين أو أنا اللي عندك مصلحة ومشيت. هدول الناس المصلحجية هيك بيشتغلوا، العلاقة علاقة للجنة. يا جماعة أنا صلي تارك الشام كنت سنوات أو فترة منيحة يعني كنت صلي تارك الشام، مجرد ما قال لي هذا الكلام أنا أمشي بالحرم وأنا ببكي مثل المجنون، والله مثل المجنون ماشي بالحرم عم ببكي عم ببكي عم ببكي. بعدين لما قيمة أدنوا لصلاة العشاء قيمة صلاة الله عم ببكي عم ببكي. أما بعد الصلاة قال لي واحد مغربي قال لي يعني هدي ليش على البكاء؟ قلت له الآن استشهد قبل قليل أستاذي، فيعني كان ما عاد حكى معي ولا كلمة. إيه فإذا غلب هذا البكاء فجعل صارت منه كلمات، وهذه الكلمات وصلت إلى أكثر من ست كلمات، ماذا نقول؟ بطل الصلاة. طيب يلي بعد الشيخ ولي قال العاشق قطع ركن عمدا، كأن اعتدل عامدا قبل تمام الركوع، أو سجد عامدا قبل تمام الاعتدال، أو جلس للتشهد عامدا قبل تمام السجدة الثانية. أما إذا كان ناسيا فإن تذكره قبل فعل مثله تداركه. فإن تذكره تداركه، تدارك له يعني. فإن تذكره قبل فعل مثله تداركه. نعم. وإن لم يتذكره إلا بعد فعل مثله من ركعة أخرى قام مقامه ويلغى ما بينهما. شوف هذا هدول مسألتين بدنا نحكيها وبدهم انتباه يعني بالذات التالي. المسألة الأولى قطع ركنا عمدا، يعني هو نازل على الركوع الله أكبر نص سما صار، لأنه لازم تستقر الأعضاء بمقدار الطمأنينة قبل ما تستقر سمع الله لمن حمده هيك عمدا. لاحظت معي؟ أو مثل ما قال أو سجد عامدا قبل تمام الاعتدال،
سمع الله لمن حمده. قبل ما يوصل للاعتذار روح شو عمل؟ نزل على السجدة. هو شو عمل بهالحالة؟ قطع ركنا عمدا، قطعه. فهو ما أتى بالركن، ولا بد من أن يأتي بالأركان مرتبة، يعني القيام، الركوع، الاعتدال، السجود، الجلوس بين السجدتين، السجود الثاني، القيام إلى الركعة، وهكذا كل الأركان. ثم الجلوس للتشهد، هذا ليس من الأركان. نعم. وبعد ذلك يقوم للسلسة، وهكذا. فهو قطع، كان نازل على الركوع قبل ما يوصل للركوع اعتدل، أو كان بالركوع هو صاعد إلى الاعتدال قطع الاعتدال، مسرع مستعجل. قالوا له في مباراة هلا بتصير، في ناس هيك والله بيصلوا بس مخهم الله يهديهم أحسن شيء، بيروحوا بيزعلوا، الفريق هو مؤيد الفريق الألماني، الفريق الألماني حاطط صليب على علمه، ليش قايمك من أرضك الفريق الألماني؟ بدك تأيد فريق إسلامي، مو هيك؟ حنحكي لكم قصة، هي قصة معي صارت بس نكتة يعني غيركم جو شوي. دخل إجاني ضيف من مو لعندي، إجا من قربي يعني، فقالوا لي جوز بنت عمك إجا هلا، والله رحت لسلم عليه، لقيت حاطين هيك غرفة كبيرة وحاطين مباراة. أنتوا لقيتهم كلهم مؤيدين فريق أوروبي، ما بعرف يمكن برازيلي، ما بعرف يعني فريق عالمي. قلت له ليش مؤيدين هذا؟ شو لكم علاقة فيه؟ انتم ما لكم علاقة بكل هذا الفريق، الفريق الثاني مين اللي عم يلعب معه هذا؟ قال النيجيري. قلت له بلد مسلم تأيدها. بقى هون ببلش بقى الشيطان، قال لي نحن بنأيد اللعبة الحلوة. قلت له أنا بدعي للفريق المسلم الله يجعل له لعبة حلوة. قديش كانت النتيجة لما أجيت أبو محمود؟ 4-0 لصالح الفريق أظن البرازيلي. قلت له يا رب كل ما يطلعوا طلع هذول النيجيريين يا رب يا رب يا رب، فات اول جول. قلت انا من قلبي عم بدعي يا رب يا رب يا رب، فات ثاني جول صاروا 4-2 يا رب يا رب، صار ثالث جول يا رب، فات رابع جول 4-0 4 جول، بعدين يا رب فات صارت 5-4، انتهت المباراه لصالح الفريق النيجيري. فهذا ابن عمي قال لي يمين بالله ما عم تحضر مباراه بحضورك. انا ما بحضر مباراه يا بس انا بايد امتي، بنتمي لهذه الامه، اما تروح تايدني وبيتخانقوا مع بعض، هذا اسباني وهذا الماني واثنيناتهم حاملين سلطان يعني، استغفر الله صلى الله عليه وسلم. طيب فهون مستعجل زلمه عنده مباراه، فعم يجيبها مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم ارجع صلي فانك لم تصلي، هذا حديث المسيء صلاتي. فهون بنقول له بطلت الصلاة، هي النقطة الأولى. هلا النقطة الحالة الأولى، ترك الركن عامدا، لم يتم الركن وانتقل إلى الركن الثاني. الحالة الثانية لا نسي، زلمة نسي. شو ذكر هون مشان تم ماشي مع الكتاب؟ ما ذكر، ما ذكر، بس ما ذكر أمثلة. هلا هو زلمة ركع، منيح هذا الكلام، بدل ما يقوم على الركوع نسي وكمل شو بعد ما خلص الركوع، نزل سجد. هلا اذا تذكر فورا، هون ناسي، اذا تذكر فورا انه ترك الاعتدال، انه بده يقوم من الركوع الى الاعتدال، تذكر فورا شو بنقول له؟ صلاتك صحيحه، فورا رجع، تذكرت فعل. او قال لا ما تذكر، قال انت ما بيتذكر عليه ان يعود، وإلا الصلاة تصبح باطلة. أهلاً أفاضل، الله يبارك فيكم وعليكم السلام. أنا بنضطر نعيدها مشان أفاضل. قال ما تذكر إلا عندما عاد إلى الركوع، وصل للركوع بالركعة اللي بعدها. قال بنقول له كلهم هذول اللي بين الركوعين لغوا، وهي جوائز كمان نعيد الفكرة مشانه، هذول لغوا والآن تمت الركعة الأولى. حنعيد المسألة. أنا زلمة عم صلي، خلصت القيام، قرأت الفاتحة، قرأت سورة، بعد ذلك انتقلت إلى الركوع، الله أكبر، نزلت للركوع. بعدين أنا أحيانا الواحد بصير معه حتى دوخة، ما انتبهت إلا وأنا سجدت، ما رجعت للاعتدال، أو أنا بالسجود
قمت على بدل ما اجلس بين السجدتين شو عملت؟ طلعت على الركعه الثانيه. تصير لما ما بصير؟ تصير. عم يعيش الواحد 50 60 70 سنه وتصير هالقصص معه. فعلت ذلك ماذا؟ ناسي. هلا ناسي ما بيترتب عليه بطلان، لكن عندما اتذكر علي ان اعود. هلا انا سجدت ناسيا ولم ارجع من الركوع الى الاعتدال، انا ينبغي ان اعود ان انزل الى السجود من الاعتدال. فانا وصلت الى السجود، تذكرت، قمت مباشره. انت ما تذكرت سواء اول يعني او انا بالسجود او بعدين، تذكرت علي ان اعود الى حاله الركوع ومنها اعود الى الاعتدال. طيب انا ما تذكرت بكل الصلاه هيك اطلع انا شو عملت؟ نزلت على السجود، خلصت السجده الاولى وجلست بين السجدتين وخلصت السجده الثانيه وعدت الى الركعه الثانيه وقرات الفاتحه وقرات سوره وركعت. لما ركعت تذكرت انا بالركعه اللي قبل نزلت من الركوع، انا كنت ناسي لانه اذا متعمد تبطل صلاتي. انا نزلت من الركوع لوين؟ للسجود. قال هذا الركوع لهديك، لهديك الركعه. واعتدل انا باني ركعه؟ قال بالثاني. انا بالثاني. قال هي الثاني. جبت الثالثه. الثالثه راحت. قال ما بينهما لغو. وضحت واي مكان نفس الشيء، اذا انا كنت بالسجود وتركت السجده الثانيه وطلعت الى القيام وصليت وركعت واعتدلت وسجدت، قال هي تذكرت انا بالسجود اني انا راحت علي السجده من الركعه اللي قبلها، قال هي السجده هي من الركعه اللي قبلها. وضحت؟ وهكذا. فانت يعني اذا تذكرت فورا تعود فورا، اذا تذكرت بين الفعلين يعني بين انا بالركوع نزلت على السجود، اذا تذكرت بالركوع اللي بعده فهذا الركوع هو ركوعي وما بينهما لغو. اذا تذكرت بينهما فاعود الى الركوع واتابع الصلاه. اما اذا ترددت قلت يلا وماشي الحال وطلعت الصلاه. وضحت المساله يا شيخ وائل؟ وضحت؟ الله يرضى عليك. يلي بعد شيخ وائل. نعم سيدنا شيخي، بعد هدول يتوجب علينا سجود السهو؟ طبعا مو يتوجب، سجود السهو من خصوصيات هذه المسألة عليه. سجود السهو سنة، سجود السهو لجبر الخلل، هذا خلل حصل. اي نعم. اي نعم. إذا لحقنا كمالة الدرس. الحادي عشر. نعم. زيادة ركن فعلي عمدا، زيادة ركوع أو سجود من غير مسبوق لمتابعة إمامه. اما اذا نسي انه فعل مثله فلا تبطل صلاته. هلا زاد ركن، ركع ورد اعتدل ورد رجع ركع عمدا. هو شو عمل؟ اتى بالركعه الواحده بكم؟ بركوعين، بطلت صلاته اذا كان عمدا. قال لغير مسبوق، المسبوق بيجي انا عم صلي الشيخ وليد امام الله اكبر وبعدين الله اكبر، انا انزلت قال سمع الله لمن حمده ما انحسب له الركوع. فهذا الركوع بسبب انني مسبوق صليته واتابع الصلاه معه لكن ما حسبت لي ركعه، ايضا ستاتي معنا هذه المساله. اما اذا ادركت انا خلف الامام ادركت الركوع ولو بمقدار سبحان ربي العظيم، ذلك الامام لازم خاصه بالركوع يعني مو بسرعة سبحان ربي العظيم سبحان ربي سبحان ربي سمع الله لمن يكون الناس ودخل هو بيقول الله أكبر راحت عليه الركعة يعني مشان ما توع لي الركعة. لاحظنا؟ فإذا أنت دخلت سيدي أبو محمود والشيخ وليد عم يصلي وقلت الله أكبر بعدين الله أكبر سبحان ربي العظيم أنا ما سمع الله لمن حمده لحقت الركعة. انزلت بس ما لحقت سبحان ربي العظيم وبحمده راحت الركعة لأنك لم تطمئن، والطمأنينة ركن عندنا غير الركوع، الركوع ركن والطمأنينة ركن. فهذا زاد
هذا الركن زاد، لكن هذا زاد لعذر وهو أنني مسبوق. طيب قال أما إذا نسي أنه فعل مثله فلا تبطل صلاته. هلا إذا فعلت ناسيا زدت الركن ناسي ما بتبطل صلاة ناسي، بجوز ما انتبه لحالي بس برا ينتبه لواحد، أو إذا كنت إمام هن ينتبهوا المأمومين. بصير بصير وين سيدي أبو عبد الله الله يبارك فيك. اللي بعد الشيخ. وأما لو كرر ركنا قوليا غير تكبيرة الإحرام كفاتحة والتشهد فلا تبطل صلاته. أنا عندي ركن فعلي وركن قولي، هذا الركن يلي بتبطل الصلاة إذا كررته إذا جعلته مرة أخرى هو الفعلي، الركوع السجود الجلوس بين السجدتين، هذا كله ما بيجوز إني كرره مرة أخرى. سجود مرتين سويتهم ثلاثة ما بصير، ركوع مرة جعلته مرتين تبطل الصلاة عامدة مناسيا. أما الركن القولي قرأت الفاتحة وبعد ما قريت الفاتحة رجعت قريت الفاتحة ما بيقرأ. لاحظ. وأما لو كرر ركنا قوليا غير تكبيرة الإحرام، لأنه تكبيرة الإحرام هي نبدأ بها الصلاة، الله أكبر رد عاد الله أكبر بقى يعني الثاني هون في عندنا مشكلة بقى، عرفت شلون؟ أنت يعني نويت الخروج من الصلاة لما ما نويت، فهون أي ركن بتكرره قولي غير تكبيرة الإحرام الصلاة صحيحة. نعم. وإن كان هذا خلاف السنة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قرأ فاتحة واحدة، مهم ما قرأ الفاتحة مرة ثانية وثالثة، لكن لو كررتها هي القرآن، يعني لو قرأت بدل السورة فاتحة بيجو مو سورة بعد الفاتحة. نعم. الثاني عشر تطويل ركن القصير عمدا وهو الاعتدال والجلوس بين السجدتين، وضابط التطويل أن يطول الاعتدال ببدل الفاتحة بزيادة على الدعاء الوارد فيه، وأن يطول الجلوس بين السجدتين بقدر أقل التشهد زيادة على الذكر الوارد فيه، فإن كان دون ذلك لم يضر. هلأ هون في عندي كلام، أنا كل الأركان الفعلية طويلة شرية حالي، أنا شو عم بقول؟ تطويل الركن القصير عمدا. طيب هلا بيسأل بقى ما هو الركن القصير وما هو الركن الطويل؟ الجواب كل الأركان الفعلية غير القولية طويل، فالطويل طويل بيشو بيعني ركنان قصيران، إذا طولت هذين الركنين عن المعتاد تبطل عمدا تبطل الصلاة. ما هما هذان الركنان؟ قال الاعتدال، أنا لما أقول سمع الله لمن حمده هذا ركن قصير. قال والجلوس بين السجدتين، سجد هذا ركن طويل، جلست بين السجدتين هذا ركن قصير، سجد هذا ركن طويل. قلت لك كل الأركان الفعلية أركان طويلة، فالجلوس بين السجدتين والاعتدال هذان الركنان يا شيخ عقيل ركنان قصيران. طيب ما هو ضابط التطويل؟ أنا كيف بدي أعرف أنه هذا طويل أو قصير؟ قال لاحظ أن يطول الاعتدال، سمع الله لمن حمده، صدق بالاعتدال، أن يطول الاعتدال بقدر الفاتحة زيادة على الدعاء الوارد. إذا أنا طولته بقدر الفاتحة زيادة على الدعاء الوارد شو صار؟ عامدا بطل الصلاة. طيب شو هو الدعاء الوارد؟ سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء أنت يا رب، يعني يا أهل الثناء، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، هذا الوارد. راح دم واقف صاحبنا على قد الفاتحة بعد الدعاء الوارد، شو نقول له؟ بطل الصلاة، طولت لأنك جعلت الركن القصير ركنا طويلا. طيب هون في عندي أنا مسألة، موضوع القنوت في الصلاة، موضوع دعاء القنوت. الآن نحن بنشوف مثلا مشايخ الحرم مكة والمدينة، وأحيانا غير مشايخ الحرم مثل في بعض المشايخ المشهورين اللي أصواتهم جميلة
بيعدوا نص ساعه برمضان خاصه ليله 27 وليله وليله 29 اللي هو الختم. يعني انا كنت على فكره قبل ما اسس المركز كل السنوات العشر الاواخر في مكه، كل السنوات العشر الاواخر في مكه، واحيانا ما يصح لي ولا صلي بقلب الحرم، يعني ياما اصلي بالشارع برا كثر الناس كثر الازدحام. طيب فبوقف السديس او غيره وبيطولوا الدعاء. يا ترى هذا الدعاء الطويل بيبطل الصلاه؟ نحن عم نقول هذا ركن قصير. قال بالنسبه للدعاء في قول عند الحنفيه عند عفوا الساده الشافعيه انه تطويل يعني دعاء القنوت اذا زاد عن مقدار الوارد تبطل الصلاه، لكن انا رجعت للنصوص. الحقيقه يعني اقل ما يقال فيه انه مكروه، تبانا اقل ما يقال فيه انه مكروه، وهو الاصل في الصلاه ركزوا معي مبنيه على التخفيف خاصه اذا انت عم تصلي جماعه. لذلك لما بدك تصلي صلاه طويله شو بيقول لك الفقهاء؟ صلاه امام بجماعه محصورين. يعني نحن بنتفق بين بعضنا البعض اخي بدنا نصلي نص ساعه، بدنا نصلي صلاه طويله. وعلى فكره انا كنت طالب بجامعه حلب وكنت بالمدينه الجامعيه وكنا ما حدا يدرى فينا، واحد منا غرفه يعني غرفه من الغرف انه زطوها يفضوها نجي عليها واحد ورا الثاني بدون ما حدا ينتبه، واحد ورا الثاني يعني يدفشونا تفوت ويفز واحد اصحاب الاصوات الجميله الله اكبر ويصلي فينا وندعي ونبكي وقاعدين بقلب المدينه الجامعيه، والمدينه الجامعيه في بنات وفي شباب وفي فساد. هذا الكلام ب 83 84 85. فالشاهد نحن الاصل في الصلاه ما هي؟ ان تكون خفيفه، ومن باب اولى اجزاء الصلاه ان تكون خفيفه، خاصه اذا كنا نصلي جماعه، يعني نحن لا ندري من يصلي خلفنا. فالقنوط كمان قال فقهاء الشافعيه يلحق بالتشهد الاول، والتشهد الاول هو ايضا قصير. فتطويل القنوط قال الشافعيه هذا مخالف للسنه وقيل مبطل للصلاه. تمام هذا الكلام؟ اي اضافه يعني؟ ننتقل للي بعده. الثالث عشر تخلف المأمون عن إمامه تخلف المأموم عن إمامه بركنين فعليين عمدا لغير عذر. هلا دخلت انا على الصلاه والشيخ وليد عم يصلي فينا امام. الشيخ وليد وين؟ بالفاتحه. قرا الفاتحه يعني بالقيام. الله اكبر ركع الشيخ وليد. انا ساعتي وين؟ بالقيام. سمع الله لمن حمده. قلنا كل الاركان الفعليه طويله الا الاعتدال والجلوس بين السجدتين. هلا ركع الشيخ وليد هذا ركن طويل. قال سمع الله لمن حمده هذا ما له محسوب، هذا ركن قصير. قال الله اكبر وين نزل؟ على السجود، هذا طويل. قال الله اكبر جلس بين السجدتين وانا لساعتي وين؟ في القيام. بطلت صلاتي لانه سبقني او انا تخلفت عنه بركنين فعليين. هلا العكس كمان نفس الشيء، انا سبقت الامام بركنين فعليين نفس الشيء. اذا انا تخلفت عنه يعني هو سبقني، الاصل انه انا اتابع الامام، جعل الإمام إماما لأنه يؤتم به، أنا أتابع الإمام، فسبقني الإمام بركنين فعليين تبطل صلاتي. سبقته يعني هو بالقيام رحت أنا ركعت. طيب ما ركع الإمام؟ هذا مخالف السنة مو هيك؟ وفي نهي كمان في أحاديث بهالموضوع. اعتدلت سجدت قمت إلى السجود الأول والشيخ وليد إمامنا هو بال ما زال قائما شو بصير صلاتي؟ بطله. وضحت المساله يعني فقط نحن خلص الوقت. طيب خلينا ما
مخصص لركنيات طويلة كاتب فعليين في تخصيص بطول؟ لا بيكونوا طويلين بركنين فعليين عمدا لغير عذر وراجعها أنا أحفظها كذلك أنها إذا سبقه بركنين فعليين هيك شرحونا إياها مشايخنا فأحيانا يعني أحيانا هون بيضطر شو قلنا هلا مثلا الحدث أول موقف قال الحدث شو قلت لكم أنا قبل التسليمة الأولى لأنه لو قال السلام عليكم ورحمة الله ساعته هو خلص صلاته بس ساعته بالصلاة خرج منه وريح بعد التسليمة الأولى شو قلت له صلاته لأنه طلع من الصلاة هو عمليا بس لسه عليه التسليمة الثانية التسليمة الثانية ليست ركنة على كل أنا براجعها الله يجزيك الخير الخامس عشر بس بختمها بهي خلص الوقت الخامس عشر الردة والعياذ بالله وهي قطع الإسلام بقول أو فعل أو اعتقاد يعني هو عم يصلي والعياذ بالله نطق بكلمة الكفر يا رب في ناس بيعملوها قليلة بس في ناس بيعملوها الردة والعياذ بالله تفسد الصلاة وتبطل الصلاة وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.